السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. هسه جيت رحت صورت الوقت ورجعت لقيت هذا الطير من نوع النسور، من نوع الطيور الجارحة. بعرف سيارة هذا شارع بين بلديتين، هذا ضاربته سيارة ميت. والله حلو، ما اعرف شنو نوعيته، حدائق اعتقد حدائق. هاي بس طير يعني كبير كبير الحجم، يعني شوف جناحه قديش كبره. التصوير يمكن ما بين، التصوير يمكن ما بين. هذا الطائر جميل الحدائق، عنده ظافر ومنقار معقوف من نوعيات الصقور. هذا الوجه مالته، يمكن هذا اليوم ضاربته الصبح لو البارحة بالليل، لان هاي عينه بعدها موجودة وما يعني ما يابس بعده، بعده طري. انا اعتقد دي حدائق، اللي يعرف اسمه اذا مو حدائق انا اعتقد حدائق، واحنا بالعراق نسميها حدايه. اللي يعرف اسمه خلي يكتب لنا بالتعليق شنو اسمه، شنو هذا. ويمكن هو يصيد يعني قوارض، اعتقد قوارض وثعابين، مو صقر صيد، يعني مو حر ولا شاهين. في أمان الله.